قل أنا كثير الذنوب ولا أستطيع التوبة، ويعلم الله أني أحب التوبة وكل يوم أنوي بها وبلا جدوى، والمشكلة أني أحب ذنوبي ولا أستطيع تركها. قضية الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. كلنا نذنب، ويكفينا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ. ولكن أنا أنصح السائل أولا أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه وأن يهديه إلى صراطه ويسأله بصدق. الأمر الثاني أنه إذا أذنب يتوب مباشرة. الأمر الثالث، لأن الذنب فترة بسيطة فقط الإنسان يحس فيها برغبته بالذنب، مجرد أن ينتهي الذنب يشعر بالضيق، فالمهم يبادر بالتوبة. الأمر الثالث أنه يعوض، إذا أذنب يفعل شيئا صالحا حتى يعوض الحسنات يعوض السيئات بحسنات. أذنب إنسان أي ذنب كان، كذب، اغتاب، نظر، سرق، رشى، ارتشى، أي ذنب، عق، أي ذنب من هذه الذنوب يحاول أن يعوض بحسن، يصلي ركعتين، يسبح، يهلل، يكبر، يقرأ شيئا من القرآن، يتصدق، يصوم، يبر والديه، يحسن إلى جاره، أي شيء، المهم يعمل عملا صالحا يعوض، يحضر درسا، المهم أنه يعوض هذا الذنب بطاعة. الأمر الثالث يحاول أو الرابع، يحاول الإنسان دائما يستحضر يعني قضية مهمة جدا حقيقة، وهي أن غالب الذين يذنبون لا يذنبون أمام الناس، يتستر بذنبه، وبعض الذين يذنبون يجاهرون بذنوبه أمام الناس ولا يبالون. لكن أنا أتكلم عن الذين يتسترون، الذين يعني يستحون من فعل هذه الذنوب. يقال له يعني كما تستحي من الناس استحي من الله، أنت الآن تستحي من الناس لأنهم يرونك فتبتعد عنهم، تغلق الباب، تذهب إلى مكان بعيد أو غير ذلك. طيب حاول أن تفعل هذا مع الله بحيث أنه لا يراك، لا يمكن. ولذا جاء بعضهم إلى أحد الصالحين فقال له إني ابتليت بالذنوب فأرشدني إلى تركها. قال نعم، إذا أردت أن تذنب، إذا أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فلا تعصيه في أرضه. قال كيف؟ الأرض كلها لله. قال فكيف تعيش على أرض تعيش في أرضه وتعصيه؟ قال أعطني الثانية. قال إذا أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فأعصيه بحيث لا يراك. قال كيف؟ لا يمكن أن أفعل شيء ولا يراني الله تبارك، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. قال كيف تعيش في أرضه ثم تعصيه وهو يراك؟ قال أعطني الثالثة. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال وهل هناك رزق غير الذي رزقني الله تبارك وتعالى؟ قال تعيش في أرضه وتأكل من رزقه وتعصيه وهو يراك. قال أعطني الرابعة. قال إذا أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى وجاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له انتظر حتى أتوب. قال لا يمكن، لا ينتظر ملك الموت، يأتي فجأة، والموت يأتي فجأة، لا يمكن أن أرد ملك الموت إذا جاءني. قال تعيش في أرضه وتأكل من رزقه ولا تستطيع رد الموت وتعصيه حيث يراك. قال بالله عليك أعطيني الخامسة. قال إذا كان يوم القيامة وجاءت زبانية النار لأخذك إلى النار فامتنع منها وقل لا أريد أن أذهب إلى النار. قال ويحك لا أستطيع ذلك ولا أملك هذا. قال تعيش في أرض الله وتأكل من رزقه ولا تستطيع رد الموت عن نفسك ولا تستطيع رد زبانية العذاب عن أخذك إلى النار وترى وتعصي حيث يراك. قال تبت إلى الله، والله لن أعصي الله أبدا. فالقصد أن الإنسان يستشعر دائما أن الله يراه سبحانه وتعالى، وعل هذه إن شاء الله تعالى تكون سببا في ترك الإنسان لهذه المعاصي. ومع هذا إذا عصيت فلا تيأس، تب إلى الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى الحسن، قيل الحسن البصري وقيل الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال له إني استحييت
من كثرة ما أعصي وأتوب. يعني كأنه يقول لا أريد أن أتوب لأن بس كافي عيب، تبت كثيرا وأعود. قال هذه والله لو لم يظفر منك الشيطان إلا بهذه لرضي بها، لأن هذا اليأس من رحمة الله هو الكفر. الشيطان يوصل الإنسان لهذه الحالة. فالقصد أن الإنسان مهما عصى فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله جل في علاه. هل من وقت لقبول التوبة؟ ما في وقت، مفتوح قبول التوبة، مفتوح إلى أن يموت الإنسان. لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مشرقها من مغربها. لا تنقطع التوبة أبدا حتى عند الغرغرة.